رأي طالبة في رابعة ابتدائي. حسن الفهمي ماشي المدرسة اسمها عبد اللطيف حسنين، عندي 9 سنين وصلنا رابعة ليا اشتكي من منهج رابعة، زودوا لي 4 مواد وكمان عمري ما امتحنه، ده أول امتحان ليا، أول امتحان ليا النهاردة عمري ما امتحنه، وماما كل شوية تقول لي ذاكر ذاكر، يعني لسه قاعدة على الكرتون شوية، طيب 10 دقايق كل شوية تقول لي ذاكري ذاكري ذاكري، كل ده أنا بذاكره حضراتكم شايفين. بس مريم أحمد حسن الفهمي ماشي المدرسة اسمها عبد اللطيف حسنين، عندي 9 سنين وصلنا رابعة ليا اشتكي من منهج رابعة، زودوا لي 4 مواد وكمان عمري ما امتحنه، ده أول امتحان ليا، أول امتحان ليا النهاردة عمري ما امتحنه، وماما كل شوية تقول لي ذاكر ذاكر، يعني لسه قاعدة على الكرتون شوية، طيب 10 دقايق كل شوية تقول لي ذاكري ذاكري ذاكري، كل ده أنا بذاكره حضراتكم شايفين. بس يعني بريئة، طفلة بريئة. تشوف الامتحانات ما امتحنتش الفترة اللي فاتت دي كلها، ويعني ماليش عارف، يعني مش عارف هتقول ايه وهتعمل ايه. ف الله يكون في عونك يا بنتي والله. يعني انا مش عارف هنقول ايه لكل المسؤولين. يعني رابعة ابتدائي، رابعة ابتدائي يا بشر. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.